الوصول اللي سر العين ووصلت متابعينا الكرام غنايم بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود. ولكن ندى طارت سلطانة تحركت ندى هنا من تلبي النداء وعلى المركز الأول وصدارة الشوط ندى وسلطانة والأمتار الأخيرة والأمتار الخطيرة أبناء دولة الإمارات أبناء المملكة ولكن أبناء زايد أبطال الشوط الرئيسي الأول في هذا الصباح الجميل. سلام يا مالك ندى سلام. حامد العرادي البلوي مع انطلاقة المتحد أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة محكمين القبضة وأبناء المملكة يحاولون مع المركز الثاني. اللحظات الأخيرة المنصة بانت وين الانتصار وين يا راعي مزعل وين الله على انطلاقة مزعل مع المركز الأول معيد مع المركز الثاني سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مع انطلاقة معيد ومزعل مزعل ومعيد والانتصار والنوماس وين الانتصار عيناوي لحتى هذه اللحظات مع اندفاع مزعل سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد بن خليفة الهيان. شكرا يا صادق بن فضل الأمين على هذه المتابعة الجيدة. تابع لنا مزعل لينتزع الشوط الرئيسي في هذا الصباح. تهانينا والف مبروك. ولكن نهب والصدوية وصلت مع المركز الثاني. نهب تحاول أن تحافظ على موقعها تحاول أن تبقى صامدة في انطلاقتها مع المركز الأول. الصدوية تحاول أن تقلص المسافات تحاول أن تقرب المسافات وتقلص الثواني مع الأمتار الأخير. يا سلام الصدوية ونهب والصدوية ولكن الأمتار واللحظات الأخيرة وين الانتصار وين الصدوية نعم. السلام سعودية مع شعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود الذي نحو الانتصار. نواف بدون اي اوامر ولا تعليمات حذرتكم من هذا البطل وبالفعل ها هو ينطلق الى النوماس الى الانتصار الغالية. هنالك شعار صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. نواف بدون اي اوامر ولا تعليمات ها هو البطل يضيف الانجاز تلو الانجاز. تسلم يمينك يا ابو محمد من تابع لنا هذا البطل سعد بن محمد بن سعد آل جفران المري. ينطلق ويحلق مع الامتار الاخيرة العصا قوس والقوس قوسك والسهام سهامك يا مالك نوف. والسلام مع الامتار الاخيرة السلام الى ميدان الشحانية من ينطلقون في المقدمة من ينطلقون مع الشوط الرئيسي. تهانين والنماش لمالك نوف من حلقت والعصا في البطان لتنتزع الشوط الرئيسي العام في هذا المهرجان الغالي مهرجان كأس وزارة الرياضة للهجنة نقطة للتاريخ بشعار من قدم نوف ناصر بن راشد.
وأجواء الخمسة مية متر الأخيرة. يو 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 يا الاسم الواصل عزام الرضا الزيد الشريف، ولكن الواعي الواعي طار طار بالسلام طار بالانتصار. أقلع أقلع مع الأمتار الأخيرة والخطيرة والخطيرة، ولكن شعار الرميثي سيطر تمام السيطرة مع الشوط الرئيسي للزمول العام. ها هو بطل الشوط الرئيسي للزمول العام، تهانينا والنوماس لمالك الواعي جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي من انتزع أول أشواطنا الرئيسية لفئة العام. تهانينا والنوماس إلى شعار جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي مع الواعي ثاني المراكز عزام. الدماني تنطلق مع المركز الأول، تندفع بهذا الشعار الكبير المتألق في هذا الصباح. أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة مع المركز الأول مع يحيى بن صغير بن يرادة الاكتبية، ينطلق مع انطلاقة الدماني ومع هذا الاندفاع الجيد عند الأمتار الأخيرة. الدماني اتجهت إلى خط النهاية لتعلن الفوز والانتصار. الجذابة حاضرة في آخر الأمتار، وين انتصار النوماس؟ وين أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة؟ حكم القبضة مع الشوط لتكون الدماني هي بطلة هذا الشوط. تهانينا يا يحيى يا بن صغير يا بن يرادة يا الكتبي على هذا الفوز والانتصار المستحق في هذا الصباح. المركز الثاني كان بشعار دريب بن سالم الشمري مع وهو الهدوء ما يسبق العاصفة، العصيب لبطن حتلون، ولكن الرميثي حلق وانطلق حلق وانطلق، ولكن بن بنا صامد مع المقدمة مع الصدارة بدون يتومر. يا ما برد أعصابك يا ما برد أعصابك يا بن بنا، الله الله يا السيطرة التامة يا بن بنا، يا من تحكم القبضة على هذا الفوز والنماس بدون توامر. أم غادر يرفض أن يغادر هذا الانتصار. سلام ابن الدار، سلام سلام ابن بنا، سلام والعصا في الأبطان. تهانين ونماس لمالك مغادر من كان مسك الختام للفترة الصباحية. أنا أشهد أن منطر بغنى وغنيت أنا اليوم ضرباني رجل الوطن ما دخر خنا منا منا أن العمر فاني يا ما كتابنا ولحنا فالدار عاد بطل الحاني من دونها ما تحصنا في حكمة الله.